مركز لكرة القدم. الرياضي فن ولعب كبير. السنة اللي قال دي مدرسة فأوروبا الدوري تعيش معاه. اتفرج بقى على الأستاذ. تحليل خطير مش أي كلام مع ميدو سيف وحزم إمام. يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز أوف فانتسي ولا خاصية الـ 100 مليون سيلف ليد بيكسلز. لما تكون كل نقطة قدامك واضحة وفي مكانها الطبيعي. لما تكون كل حاجة بتشوفها معبرة أكتر. ولما تكون كل حاجة بتجربها واقعية أكتر. ومتجاوبة معاك أكتر. كأنك فيه. كل ثانية قدامه بتخطف العين. قوة السيلف ليد بيكسلز LG OLED. يا نهار الشوق على أجمل ناس. إحساس الحب هو جمعنا. هنعيش عمرنا ما خلاص. هنعيش فرحتنا إيه معنا. يا نهار الشوق على أجمل ناس. إحساس الحب هو جمعنا. هنعيش عمرنا ما خلاص. هنعيش فرحتنا إيه معنا. تغيبي بلاش. نقول يا نهار للفرحانين. دي اللحظة الحلوة لازم تتعاش. كمان ساعتين وبلاش. دلوقت تغيبي. واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش. هي الحياة هنعيشها دي كم مرة. طول يا ليل ما تفارقناش. نسينا كل اللي فات كده بالمرة. واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش. هي الحياة هنعيشها دي كم مرة. للفرحة مكان. زاد دلوقتي في الشيخ زايد بالقاهرة الجديدة. اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقة جديدة ستارز اوف فانتسي. كل سنة طيبين. رمضان كريم العالمي والثعلب عالمي. صباح الفل. صباح الفل. مساء الفل. ايه؟ مساء الخير. صباح الفل. اي حاجة يعني براحتك. انت هيراجع ورانا. طيب عامل ايه؟ الحمد لله كله كويس؟
سيادة النائب مساء الخير. مساء الخير كابتن سيف، عامل ايه؟ شرف ومنور، ربنا يخليك. يا رب دايما فرحان وحفلات وايامك كلها حفلات. النهارده انت فرحان ومبسوط. الحمد لله. الحمد لله. انا دايما ايام رمضان دي بالنسبه لي التراويح يا رب دايما هادية. الحمد لله. يبقى علينا جميعا. الف مبروك. مبروك على الفوز النهارده على ميدو يعني. يعني انت عارف الفتره اللي فاتت يعني رايح. لا لا ده الاسبوع اللي فات كسبان. الاسبوع اللي فات ولسه ناقص 3 ماتشات. بس الاسبوع اللي قبليه كنت انا اللي كاسب برضه، بس الحمد لله ماشيين كويس، رجعنا كويس. مين فوقك الاسبوع ده؟ اكيد كين. بس طبعا ما لعبش الماتش الثاني، كنت لو لعب ماتش ثاني كان هيفرق برضه. جاب جونين في الماتش اللي فات وجاب حوالي 24 نقطه، رقم كبير جدا جدا، هدفين واثنين بونص وكابتن فرقه، فعمل معايا شغل جامد جدا. بس اصيب ما لعبش الماتش الثاني. عالمي مين فوقك؟ لا انا كين برضه. لسه المفروض النهارده دخل في البوينتس، دخل الماتش ساوثهامبتون. عندك مين في ساوثهامبتون؟ عندي سون. سون جاب جول مع توتنهام. يعني انا المفروض ان السكور ده انا كسبان. والله الورق ده معمول قبل ماتش وبيل كمان جاب جول. هنبقى نطبع متأخر. وبيل جاب جول، يعني انا كسبان في الراوند دي. الف الف مبروك. يعني انت عندك بيل وسون الاثنين؟ عندي بيل وسون. والله العظيم. والله برافو عليك. خلاص يعني انا انت كده عديت يا معلم. عالمي. بس احنا قبل البرنامج انا كسبت، خلاص مش دعوه. قبل البرنامج ايه الماتش بتاع؟ مش دعوه. قبل الورق ما يتحط. مين تاني فوقك؟ مفيش حد. هو مانشستر مفيش حد. بس عندي واتكنز كمان عمل اسيست النهارده. على فكره انا عندي واتكنز. عندك واتكنز برضه؟ عمل اسيست النهارده واستون فيلا اتغلب من سيتي 2-1. احلى احلى ماتش اتفرجت عليه الاسبوع ده بصراحه ماتش ليفربول. ماتش ليفربول ايفرتون وتوتنهام. ايفرتون وتوتنهام حلو. اتنين كان ماتش حلو رايح جاي يعني. وفي برضو ليدز وليفربول ماتش حلو. تشيلسي وبرايتون وحش زي ما بقول لك. يمكن ايفرتون وتوتنهام ماتش حلو 2-2 كان اول ماتش في الاسبوع. ماتش كان حلو. مانشستر وبرايتون وبيرنلي. بيرنلي جاب جون في اول ثانيه في الماتش بس طلع اوف سايد، وبعدين كان اتقلب الماتش شويه كده وسخن شويه، وبعدين 3-1. بس كان نفسي فرنانديز مش عارف ماله ميت من ساعه ما اشتريته وهو مش شايف. بس الكوره اللي فوتها حلوه. مش الكوره حسبتلوش يعني. بس حلو قوي. عايز منكم بعد الفاصل حسيب بقى حازم وميدو بعض النصايح للناس، يعني الناس اللي جايه بقى اللي هتلعب معانا. طيب رايح فين؟ تقعد معانا رايح فين؟ وقتي ضيق دلوقتي وما عادش زي الاول يعني. ماشي. دلوقتي انتم التعاقد معايا هنا ربع ساعه يعني. الفتره الاولانيه على قد فلوسكم يعني، باجي على قد الحاجه بعملها. الحبه بعد الفاصل العالمي والثعلب ونصائح للناس بتوع الفانتسي. بخاصية ال 100 مليون سيلفليت بيكسلز، لما تكون كل نقطة قدامك واضحة وفي مكانها الطبيعي، لما تكون كل حاجة بتشوفها معبرة أكتر، ولما تكون كل حاجة بتجربها واقعية أكتر ومتجاوبة معاك أكتر، كأنك فيه. كل ثانية قدامه بتخطف العين. قوة السيلف ليد بيكسلز LG OLED. يا نهار الشوق على أجمل ناس، إحساس الحب هو جمعنا، هنعيش عمرنا ما خلاص، هنعيش فرحتنا إيه معنا. يا نهار الشوق على أجمل ناس، إحساس الحب هو جمعنا، هنعيش عمرنا ما خلاص، هنعيش فرحتنا ايه منعنا. طول يا نهار للفرحانين، اللحظة الحلوة لازم تتعاش، واستنى يا شمس كمان ساعتين وبلاش، دلوقتي تغيبي بلاش. طول يا نهار للفرحانين، دي اللحظة الحلوة لازم تتعاش، واستنى يا شمس كمان ساعتين وبلاش.
تفارقناش نسينا كل اللي فات كده بالمرة وسهر معانا يا ليل وما تسيبناش هي الحياة هنعيشها دي كم مرة طول يا ليل ما تفارقناش نسينا كل اللي فات كده بالمرة وسهر معانا يا ليل وما تسيبناش هي الحياة هنعيشها دي كم مرة نسهر في الليل ويال عاشقين دي اللحظة الحلوة لازم تتعاش واستني يا شمس كمان ساعتين وبلاش دلوقتي تيجي بلاش نسهر في الليل ويال عاشقين دي اللحظة الحلوة لازم تتعاش واستني يا شمس كمان ساعتين وبلاش دلوقتي تيجي بلاش لا 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 زاد للفرحة مكان زاد دلوقتي في الشيخ زايد بالقاهرة الجديدة ارسنال مع ايفرتون اميدو ارسنال ارسنال وايفرتون فين في ارسنال يعني ارسنال الماتش ده كانوا محظوظين جدا اتعادلوا مع فولهام اخر دقيقه في الدقيقه 94 دقيقه 96 بصراحه ارسنال وحشين قوي مع ان لا بس على فكره الشوط الاول هما كانوا احسن بكتير وجابوا جونين ما اتحسبوش اوفسايد بس ارسنال يعني ما يعني تحس ان يعني ليفربول ونيوكاسل يعني ماتش صعب على فكره نيوكاسل برضو جاب فوز مهم قوي كان 2-0 بعد 2-2 بعد 3-2 كسب وست هام ماتش صعب وعنده نيوكاسل فايتنج فور ذا لايف بس خلاص عدى كده بعد ما فولهام كمان وقع ممكن تبقى الدنيا ليفربول ممكن يكسب الماتش ده في الحاله اللي هو فيها ممكن وست هام وتشيلسي ده هيبقى ماتش حلو طبعًا. على المركز الرابع صح طبعا وست هام لو وست هام عاملين سيزون كبير مع ديفيد مويس يعني محدش توقع ان هم يعملوا السيزون ده لكن عملوا موسم كبير جدا فكرونا بايام ديفيد مويس مع ايفرتون وتشيلسي عاملين ماتشات هايله رغم خسارتهم في الفاينل انما عاملين ماتشات هايله مع توخيل يعني الاسبوع ده ممكن مانشستر سيتي مش هيلعب ولا توتنهام هيلعبوا مع بعض في الكاس يعني الماتشات الحلوه برضو ليدز مع مانشستر يونايتد ماتش صعب لمانشستر يونايتد ماتش تاريخي يا كابتن يعني ماتش ليدز ومانشستر يونايتد ده ماتش من اكتر ماتشات طيب. زي ليفربول ومان يونايتد كده طيب خلينا يعني نصايحك بقى الاسبوع الجاي مين شايف مين ياخد مين هيبقى عنده فرصه ان يجيب بوينتس كتير مثلا والله بص شايف وولفز عند وولفز وولفرهامبتون عندهم ماتش يعني سهل مع بيرلي على ملعبهم ف سيميدو طبعا بطريقه 3 ورا وممكن يعمل كلين شيت كمان فياخد 6 يعني ولا وكمان بطريقه 3 ورا سيميدو على طول اللي هو وادامه تراوري عاملين جبهه جامده جدا فانا هم الاثنين حاططهم سيميدو يعني ممكن يجيب بوينتس كويسه وادامه تراوري على طول يا اما اسيست يا اما جول وكريستيان بوليسيتش من تشيلسي قدام نيوكاسل ممكن يعمل حاجه دول الثلاث لعيبه اللي انا متصاحبين انت رايك ايه بقى الاسبوع اللي فات هاري كين جاب جونين فرق عن صلاح باثنين دلوقتي بقى 21 جون صلاح 19 برونو فرنانديز 16 يعني تاني الموضوع بين هاري كين وصلاح اصابه هاري كين ما لعبش امبارح ولا ما لعبش الماتش بتاع النهارده توتنهام مع استون فيلا لا توتنهام مع ساوثهامبتون توتنهام كسب 2-1 اخر يوم بس هو ما لعبش يعني ده هتاثر شويه ولا شايف ان هاري كين ركب خلاص بقى هيكمل ولا ممكن صلاح يجيبه لا صلاح هيجيبه ان شاء الله الماتش بتاع نيوكاسل لو جاب جول هيبقى قرب فرق جول احنا عرفنا ان هاري كين تقريبا 3 اسابيع يعني ممكن يفوتوا ماتشات كتيره ممكن صلاح يجيبه طبعا طيب بالنسبه لتوتنهام اللي حصل في توتنهام ومورينيو بره وريان ميسون عن 29 سنه بقى مدرب توتنهام الكلام ده يمشي في توتنهام ولا قرار غلط تماما يعني التوقيت صعب جدا لكن انا اللي انا عرفته ان اللعيبه طلعت لدانيال ليفا واشتكت له من طريقه معامله مورينيو وان هو خسر اوضه اللبس خسر اللعيبه وخسر اللعيبه الكبار فكان قرار دانيال ليفا ان هو يعمل التغيير دلوقتي الغريب ان هو بس غير دلوقتي بواحد عنده 29 سنه وعمره ما يعني يمسك فرقه زي توتنهام صعب جدا يعني حتى لو انت عايز تمشي مورينيو انت لسه عندك بتحارب ان انت تلعب في اوروبا وفي نفس الوقت
وفي نفس الوقت لسه عندك ماتش الفاينل بتاع الكاس. قرار غريب جدا من دانيال ليفي، ملوش اي تفسير عندي الا ان هو معهوش فلوس يجيب مدرب تاني جامد. يعني هو عنده مشاكل ماديه كتيره جدا وبيتعرض لهجوم كبير جدا من الجمهور النهارده عشان السوبر ليج. ما عنديش اي تفسير ان هو ما جابش مدرب كبير حتى لو مؤقت. يعني عندك في مدربين مش شغالين دلوقتي تقدر تجيبهم تبني عليهم، يعني او حتى تجيبه بس ال 7 ويكس دول وخلاص. زي ما ابراموفيتش كان بيعمل في تشيلسي، جاب هيدينك وجاب رافا، جابهم جامدين مؤقتين يبنوا له السنه الجايه. وفي عندهم مدربين كتير توتنهام برضو مدربين كويسين كده طبعا، يعني ممكن يجيب حد من زي مانشستر يونايتد عمل مع سولسكاير لما جه مكان مورينيو. يعني عندهم مورينيو كده خلاص قفلت معاه بقى في انجلترا، ولا ممكن يمرن تاني؟ يعني خد كل معظم الفرق الكبيره التوب 6. لا يعني مورينيو ممكن يخش بقى على الليفل بقى ايفرتون، يخش على ليستر ايفرتون استون فيلا، هيخش على الحاجات دي في رايي. يعني او ممكن يرجع ايطاليا، ممكن يبقى ليه بس سوق في ايطاليا. انا فاهم مورينيو اي وقت لو شاور للانتر هيروح. انتر مش انتر بقى، ممكن يوفي دلوقتي. الانتر خلاص كنت عامل شغل ياخد الدوري. لا مش قصدي دلوقتي، بس انا قصدي ان هم في الانتر بيحبوه جدا ومرتب. ممكن يروح يوفي على فكره، ان اليوفي ما فيش حد يعني هم عايزين طبعا يرجعوا أليجري، بس يعني بالنسبه لبيولو واضح الدنيا أليجري جامد. انا بان ان هو جامد لما مشي. دايما حاجه تبقى معاك تحس ان هي عاديه وبتاع، لما يمشي تحس بقيمته فعلا. ان من ساعتها وهم صفرين. اتفرجت على الانترفيو بتاعه في سكاي ايطاليا؟ لا لسه، كان عامل كده من 10 ايام انترفيو، لازم تتفرج عليه. بص عليه لا بيتكلم كلام حلو جدا يعني. طيب كاس كارباو مانشستر سيتي ولا توتنهام فاينل؟ انا حاسس مانشستر سيتي خسر الاسبوع اللي فات من تشيلسي في الكاس اف اي كاب، عنده كاس تاني فاينل. انا حاسس ان توتنهام هيكسب. حاله مانشستر سيتي مش في احسن حالات، وتوتنهام الطريقه اللي لعبوا بيها اخر ربع ساعه كانوا بيقاتلوا، وكانوا واضح ان في حاله يعني مورينيو تحس ان هو كان كاتم على اللعيبه. لما دايما اي فرقه مورينيو بيمشي منها بيقعد 3-4 مرات ماتشات يكسبوا، زي تشيلسي وزي ريال مدريد وزي كل زي مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد اول ما سابهم ابتدوا يكسبوا 7-8 ماتشات ورا بعض. فممكن توتنهام. طيب برضو خلينا نتكلم على السوبر ليج. يمكن الاسبوع اللي فات كان كلام كتير على السوبر ليج، وظهر فجاه وكل الانديه ظهرت فجاه، واحنا هنخش. ويمكن فيرنتينو بيريز عمل لقاء مع شيرينجيتو في اسبانيا واتكلم بشكل مستفيض ان السن الصغير من 16 ل 24 ابتدى يبعد عن الكوره، وان لازم نرجع السن ده للكوره تاني، وان احنا بنصرف فلوس كتيره جدا وكل الانديه بتخسر في ساعه الازمه الكورونا، وان كل الناس عندها كشف للمرتبات لعيبتها او بيتقاضوا ايه، ما عدا الاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي يعني خبط فيهم شويه عشان طبعا هم ضد الفكره تماما. وفجاه لقينا الناس كلها بتتراجع عن الفكره، معظم كل الناس كانت موافقه بقى ميرجع قال لك لا خلاص، ولقوا هجوم شديد من مشجعين فرقهم. انت شايف الموضوع ازاي؟ انا شايف ان الموضوع فيه انانيه كبيره جدا في الطريقه اللي نفذ بيها المشروع، او كانوا عايزين ينفذوا بيها المشروع. الانديه دي ال 12 نادي دول كانوا عايزين هم يخلعوا لوحدهم ويسيبوا الروتس او اصول كره القدم والهرم اللي المفروض بقى لهم سنين بيبنوه في اوروبا، ابتدوا ان هم عايزين يفصلوا نفسهم منهم. وكان واضح جدا كلام بيريز لما شفنا انترفيوهات ليه قبل كده، ان هو بيقول انا ايه اللي يخليني اضيع وقتي مع انديه صغيره، وترى المفروض نلعب الماتشات الكبيره كلها. ولكن هي حلاوه الكوره كابتن حازم ان انت الفرقه الصغيره او الفرقه المتوسطه يبقى عندها امل ان هي تلعب مع الكبار. انت كده شلت لهم شلت الحلم بتاعهم ده، فخسرت الهدف الرئيسي من الرياضه ومن كره القدم زي ما جوارديولا قال وكل المدربين طلعوا قالوا. غريب جدا ان في رايي ان بيريز يخش الحرب دي. بالنسبه لي انا بشوفه اكتر رجل مخضرم اداريا في العالم في اداره كره القدم. غريب جدا ان هو سنه 2000 وهو شغال الشغلانه دي بالظبط. غريب جدا بالنسبه لي ان هو يخش الحرب دي وما يكونش قاري رد الفعل. انت اي خناقه بتخشها انت المفروض بتقاري رد الفعل اللي قدامك. هل هو ما كانش متخيل تدخل الحكومه البريطانيه وبوريس جونسون وتتكلم فرنسا كمان فرنسا وماكرون وكل الموضوع قلب سياسه قلب بوليتكس. لكن في النهايه ما فيش اي بطوله عمرها هتنجح بغير الانجليز النهارده. خلي بالك يا كابتن حازم، خلي بالك النهارده مين اكبر الخاسرين لو اتعمل السوبر ليج؟ سكاي. صح؟ ان سكاي وبي تي هم اللي شارين حقوق البريمير ليج. لو البريمير ليج الفاليو بتاعه نزل، الفلوس اللي هم دافعينها لثلاث سنين قدام دي هم اسف يعني لبسوها. عشان كده هم شغلوا كل المكن بتاعهم، جاري لينكر، جاري نيفل، جيمي كاريجر،
ريو فيرنان، كل الناس بتاعت الميديا والليجن بتاعت الميديا هم دول اللي ساقوا الجمهور ان هو ينزل. ان هم الناس بتاع البانديتس دول بينفذوا اوامر القنوات اللي هم شغالين فيها. لكن الفكره فكره جشعه جدا في رايي، وما ينفعش ان انت تبقى ضامن ان انت تلعب في بطوله بفلوسك او لازم بمجهود. لسه هيبقى فيها توابع ولا خلاص الموضوع؟ لا لا قفلت يعني. بس هي الاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي برضو قفل الدنيا. قفلوا بس هي فكره عالم واوروبا ومش تلعبوا ولا توقفوا ومش لعب. الموضوع برضو كان ليه اكشن مهم جدا. بس فكره مش هتموت. الفكره دي طلعت من 2009. الفكره دي هتنفذ. الفكره مش وحشه بس ممكن لازم يربطوا الانديه الصغيره يعني يعملها بشكل او باخر. لان خلي بالك برضو الانديه بتصرف، الانديه الكبيره بالذات ميدو بتخسر فلوس كتير جدا، وهي بالنسبه لها بصراحه يعني الموضوع ده ممكن يخليها الاتحاد الاوروبي لازم يكتر الفلوس بشويه اللي بياخدوها الناس في الشامبيونز. هيعملوا كده لان ده مهم جدا. ما يبقاش هو الشامبيونز ليج بالسبونسرز دي كلها بتروح والمكسب ما بيروحش كله او معظمه للانديه اللي بتلعب. لازم يوجه بفلوس اكتر شويه عشان الناس كلها تستفيد. وده يمكن ممكن الحاجه الوحيده اللي تبقى يعني نجحت في موضوع السوبر. افتكر كلامك يا كابتن حازم. اكتر توابع المشكله اللي حصلت دي انها تشوف بريطانيا هتبتدي تدرس دلوقتي ازاي ان هي تمنع تملك الاجانب للانديه الانجليزيه. لان انا شفت الكلام ده يعني ما فيش ولا واحد، ما فيش غير ليفي بس بتاع توتنهام هو الانجليزي. يعني مانشستر سيتي مش انجليز، مانشستر يونايتد مش انجليز، مايك اشلي انجليزي، مايك اشلي بتاع نيوكاسل. لا انا بتكلم على السته الكبار اللي كانوا هيروحوا هم دلوقتي السته منهم ما فيش كلهم ما فيش انجليز غير بس هو بتاع توتنهام. لو تابعت صح. ودانا ليفا مش انجليزي والله. لا 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 دانا ليفا اسرائيلي. اوكي لكن ممكن مع باسبور انجليزي بس هو دانا ليفا مش انجليزي. ال 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 دلوقتي كل الكلام في الميديا في انجلترا ان لازم حمايه تاريخ الانديه. بيطالبوا دلوقتي ان يمنعوا الاجانب ان هم يتملكوا انديه في انجلترا. وهي دي وهم بيضربوا مثلا ان بسبب ان بايرن ميونخ ودورتموند اصحاب النادي المان والشركات المانيه، عشان كده ما تخلوش عن البوندس ليجا. ما تخلوش، انما لما يكون الملاك اجانب كان اسهل حاجه بالنسبه لهم ان هم يتخلوا عن التراث بتاع الكره الانجليزيه، مش فارقه معاهم. فدلوقتي هتبتدي تدرس ازاي ان هم يمنعوا الاجانب ان هم يتملكوا انديه في البريمير ليج. خلينا نشوف اللي هيحصل. شكرا يا ميدو. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين. نشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله مع ستارز اوف فانتسي برعايه ال جي وزد. خليكم معانا. يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتسي.